اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. بابتسامة عذبة تمكن الفنان المصري عزت أبو عوف من اختصار الطريق إلى قلوبنا، فأدهشنا بسحر شخصيته وترك بصمته الخاصة في كل عمل شارك به. إنه البرنس صاحب الملامح الأوروبية والعاشق الذي نحت قصة حبه على جبينه ولم يتخلى عنها حتى آخر نفس في صدره. فما هي أهم محطات حياته؟ أنتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب، وهذه هي قصة حياة وأسرار الفنان الشامل عزت أبو عوف. هو عزت أبو عوف ابن الموسيقار الشهير أحمد شفيق أبو عوف، ولد في القاهرة في 21 من شهر آب أغسطس من العام 1948. على الرغم من أنه عاش في عائلة ذات دخل متوسط، إلا أنه دخل كلية الطب بناء على رغبة والديه اللذين تحملا نفقات دراسته، فدرس الطب البشري في جامعة الأزهر وعمل كطبيب نسائي بعد تخرجه. بعد 5 سنوات من العمل كطبيب اعتزل أبو عوف مهنة الطب نهائيا وقرر دخول عالم الفن بسبب شغفه بالموسيقى والتمثيل، ليبدأ بعد ذلك مشواره الفني مع الموسيقى والألحان، حيث أسس فرقة 4M مع شقيقاته مها ومنى ومنال وميرفت، ونجح في اكتساب شهرة بعد أن قدم الألحان والموسيقى التصويرية لأكثر من عمل فني، كما اكتشف موهبة المطرب محمد فؤاد في ذلك الوقت. بعد زواج إحدى شقيقاته اضطر أبو عوف لإلغاء الفرقة بعد 12 عاما من العطاء، وهذا ما تسبب في حزنه وانكساره لفترة من الزمن. أما عن انطلاقته الحقيقية في التمثيل، فقد شارك للمرة الأولى إلى جانب عمرو دياب في فيلم آيس كريم في جليم العام 1992، لتنهال عليه العروض بعد ذلك متنوعة ما بين دراما وسينما ومسرح. أبدع البرنس في مشاركته بعدة أفلام ناجحة، كان من أهمها الأجزاء الثلاثة لفيلم عمر وسلمى مع تامر حسني، وفيلم لا تراجع ولا استسلام، وزنقة الستات، ومطب صناعي، وفيلم أيضم، وغيرها من الأعمال السينمائية الشهيرة. أما عن مشاركاته في الدراما التلفزيونية، فكان من أهم مسلسلاته عفاريت عدلي علام، قضية نسب، ليالي، وأنا قلبي دليلي، وكانت آخر مشاركة تلفزيونية له في عام 2017 في مسلسل ظل الرئيس. وقف أبو عوف إلى جانب عادل إمام في مسرحية بوديغارد، كما قدم مسرحيات عدة مثل كعب عالي وخربشة. لم تتوقف موهبة البرنس على الموسيقى والتمثيل وحسب، بل دخل ببراعة عالم الإذاعة وتقديم البرامج، فشارك في عدة مسلسلات إذاعية مثل فرقة سيكا وصلاح الخير وغيرها، كما عمل كمقدم للعديد من البرامج على شاشة أوربت مثل برنامج المسابقات هرم الأحلام وبرنامج القاهرة اليوم الذي قدمه مع الإعلامي عمرو أديب لمدة 5 سنوات، كما قدم برنامج أنتيم مع شقيقته الفنانة مها أبو عوف. ومن إنجازات هذا الممثل العظيم أنه شغل منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي أيضاً.
في 18 من عمره طرق الحب أبواب قلب البرنس للمرة الأولى، وذلك حين وقع في حب فاطمة، فتاة لم يتجاوز عمرها 14 سنة، ونجح في النهاية بتكليل قصة حبهما وتتويجها بزواج ناجح. كما رزقا بولدين هما كمال ومريم التي تعمل اليوم كمخرجة سينمائية. شاءت الأقدار أن تذبل وردة حبهما قبل أوانها، فجاء الموت سريعا ليخطف فاطمة بعد زواج دام 36 عاما، وترك في قلب العاشق المفجوع جراحا لم يقوى الزمان على مداواتها. تأزمت أحوال الممثل العظيم بعد رحيل زوجته، وأجبره ألم الفراق على دخول المصحة النفسية لثلاث مرات طالبا العلاج النفسي. كان لأبو عوف مديرة أعمال تدعى أميرة، وكانت هذه المرأة تثير غيرة زوجته الراحلة وتدفعها للتصرف بجنون في بعض الأحيان، حتى أنها كانت تخيره أحيانا بين الاستغناء عن خدمات أميرة أو الطلاق. اعترف البرنس بأنه لن يصادف قلبا حنونا كقلب زوجته الراحلة، فعلى الرغم من أنه قد خانها لمرات عديدة، وبالرغم من أنها كانت تنهار في كل مرة يعترف لها بخيانته، إلا أنها كانت تسامحه وتفتح معه صفحة جديدة باسم الحب. لم يخرج أبو عوف خاتم زواجه من يده بعد وفاة فاطمة، كما إنه احتفظ بالخاتم الذي لامس إصبعها في سلسلة وضعها في عنقه، واستمر في وضع وردة حمراء على وسادتها في كل يوم قبل أن ينام. في آخر مرة ترأس فيها مهرجان القاهرة السينمائي، لم ينجح هذا العاشق في حبس دموعه حين شاهد شخصا غريبا يجلس في المكان المعتاد لزوجته الراحلة، فبكى وأبكى عيون الناس في ذلك الوقت. لم ينسى أبو عوف حب حياته الوحيد يوما، لكنه كان بحاجة لمن تهتم به وتسانده في ضعفه، فتزوج من مديرة أعماله أميرة التي اهتمت به وأدارت أعماله ونسقت ملابسه، وقد تم هذا الزواج عام 2015 بعد 3 سنوات على رحيل زوجته الأولى. كغيره من الأسماء اللامعة في عالم الفن، لم يسلم عزة أبو عوف يوما من الشائعات والأقاويل الكاذبة، ففي السنوات الأخيرة من حياته أشيع بأنه مصاب بمرض السرطان، وهذا ما دفع المنتجين للابتعاد عنه وعدم عرض أي عمل عليه خوفا من أن يتوفى خلال فترة التصوير، الأمر الذي أزعجه بشدة وزاد من ضعفه ونحول جسده بسبب امتناعه عن الطعام من شدة الحزن. لكن أكثر من واساه في تلك الفترة هم الأصدقاء الحقيقيون الذين لم يتخلوا عنه، مثل تامر حسني ومحمد فؤاد. كما إن الشائعة التي أثارت غضبه بشدة هي ما قاله البعض بأنه أوصى بحرق أفلامه ومنع عرضها على أي شاشة بعد وفاته. لذلك نفى نجمنا تلك الأقاويل وأكد بأن أفلامه هي جواز سفر موهبته إلى الأجيال القادمة، ومن المستحيل أن يطالب بحرقها أو إتلافها. في أواخر أيامه عانى عزة أبو عوف من مشاكل في القلب والكبد، بالإضافة إلى مرض في الأعصاب، ونقل على أثر مرضه إلى العناية المشددة، إلا أن استجابته للشفاء كانت ضعيفة جدا، لتوافيه المنية عن عمر ناهز 70 عاما في الأول من تموز يوليو من عام 2019.
رحل البرنس تاركا في أذهاننا صورة الإعلامي الأنيق والممثل المتألق، وخلد أعمالا رائعة لا يمكن لكتب النسيان أن تحتويها مهما مرت عليها الأيام والسنوات.